إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي لكل السادة المتبع الأوفياء في كل مكان، كنربطوا بكم الاتصال مجددا. درجة الحرارة مرتفعة جدا اليوم بمدينة فاس، ورصلات المعدلات قياسية، وكانت حسب مديرية الأرصاد الجوية قالت في نشرة إنذارية كاين مستوى برتقالي في مجموعة من المناطق، منهم تارودانت تاونات، مجموعة من المناطق اللي غتشملها غدا كذلك درجة حرارة مرتفعة جدا. فإذا ساكنة فاس كتهرب نحو المناطق الباردة، يعني أقل ما يمكن لك تمشي له هو يعني مدينة إيموزر، وحتى هي اللي شملها اليوم درجة الحرارة مرتفعة في مدينة إيموزر كذلك. فإذا الناس كيحاولوا على أنهم يمشيوا حسب القدرة وحسب الاستطاعة ديالهم، كيحاولوا يمشيوا المناطق الباردة، المدن الساحلية والشاطئية، فكيحاولوا قدر المستطاع يمشيوا. واخا كنعرفوا الظروف الآن شوية قاصحة بالنسبة للارتفاع ديال الأسعار، وصعب صعب جدا باش أنك تخرج وليداتك، لأن شفنا بأن مجموعة من المدن تراجعت فيهم يعني السياحة، مدن الشمال تراجعت فيهم السياحة بشكل كبير كما سبق وتحدثنا بخصوص هذا الموضوع. فإذا كتشاهدوا معنا الآن نقدروا نقولوا بأن الشوارع شبه فارغة، كل شيء ما تقدرش تجلس دابا هذه 8 د العشية وما تقدرش تخرج، لربما درجة الحرارة مرتفعة كتجلس غير في القهوة، الهبة ديال الحرارة كتضرب فيك. فإذا الله يلطف بنا يا رب، ومازال حضوا راسكم، مازال في هذه الأيام القادمة موجة ديال الحر شديد اللي غاتعرفها مدينة فاس، خاصة غدا. غدا من المتوقع أنها توصل حتى 46 درجة. فإذا ديروا اتونسيون، الله يحفظكم، ما تعرضوش للأشعة ديال الشمس الحارقة، حاولوا أنكم تكونوا في مكان بارد شوية. راه درجة الحرارة أشعة الشمس راه كتأثر بشكل كبير على يعني على لوكور، على الجسم ديالنا. فإذا نحاولوا ما نتعرضوش لدرجة الحرارة بشكل كبير باش هكا غنحميو راسنا. إذا كما كتشاهدوا الشوارع نقدروا نقولوا شي فارغة، مازال غندير معكم جولة هنا في مدينة فاس وتشوفوا. الآن في هذا الأثناء درجة الحرارة واصلة لي في الطابلو ديال الطوموبيل 40 درجة، والله إلا 40 درجة عاطيني في الطابلو. شحال واصلة عندكم درجة الحرارة في المدن ديالكم؟ واش حتى نتوما عندكم الحرارة مرتفعة أم أن المناطق ديالكم بردة؟ ناس ديال إفران وديال موزار، عطيونا شحال دايرة درجة الحرارة في إفران إموزار. فحتى لربما الهواتف مع ارتفاع درجة الحرارة كتحماق، ما كتبقاش خدامة، كتسخن أغلبية ديال الأجهزة ديال الهواتف فهي كتسخن. هاد العام صعب صعب جدا، درجة الحرارة وصلت المعدلات قياسية، ومازال حنا عاد في شهر 7، مازال شهر 8 كيكون فيه المعدل مرتفع أكثر. فإذا ساكنة فاس عندها جوج ديال الحوايج، عندها جوج ديال المتنفسات اللي هنا، الناس اللي مازال ما سافروش، كاين اللي مازال ما خرج كونجي، كاين مجموعة من الأمور. فإذا ناس فاس كيختاروا مع هاد الموجة ديال الحر، إما يلتزموا بالبيوت ديالهم والمنازل ديالهم، والأغلبية ديالهم كيمشيو المسابح الشعبيه. دابا المسابح الخاصه راه ولات دايره 100 درهم 80 درهم، اضعف الايمان، اضعف ما كاين يمكن ربما 50 درهم في يعني في سيدي حرازم على ما اعتقد. وسيدي حرازم كذلك حتى هو الناس كيتشكاو من الغلاء اللي كاين تما في سيدي حرازم، ماشي فقط. فاذا المسابح البلديه اليوم، المسابح البلديه دابا للاسف كاين جوج مسابح بلديه اللي كاينه، منها المسبح ديال المرجا والمسبح ديال حسن الثاني. للاسف المسبح ديال الحسن الثاني كيغلقوه الاثنين والخميس باش قال لك كاين طوايوه، المسبح ديال المرجا، المسبح ديال الحسن الثاني فيه الدخل 10 دراهم، هادو هما المسابح البلديه. المسبح ديال المرجا فكيتغلق يوم الاثنين ويوم الجمعه باش كاين طوايوه. وانا قبيله في اتصال مع السي الخطاب صراحه طرحت هذا السؤال، علاش زعما هاد النطواياج ما يكونش بالليل؟ وكاين واحد هنا واحد السؤال كيتطرح على المسابح البلديه، واش داك الماء كيدور كيتعالج ولا الماء كيتبدل؟ الا كان الماء كيتبدل فاذا هذا اشكال، لان غنطيحوا في اشكال ديال اننا نضيعوا الماء. فالماء من المفروض على انه يكون كيتعالج، يعني كيدور. حنا دابا شفنا مجموعه من المسابح بحال المسبح ديال البسيره، المسبح ديال هذا المسبح ديال المسيره، فهو تابع الاكاديميه الجويه التربيه والتكوين اللي عاطيه مفوضاه
عاطيه يعني للسير ديالو للعصبه ديال جهاز فاس مكناس، جوج ديال المسابح منهم المسبح ديال المسيره اللي فيه تعليم السباحه في لابونمون على ما اعتقد 250 درهم في الشهر، وكاين مسبح ديال 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 هذا رياض سيس اللي صورناه في الصباح، هذا فيه لي زابورمون ديال 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 تعليم السباحه بالشهر، وفيه بالنسبه لنهار الحد كيديروا الدخول بتقطع ساعتين 25 درهم، كاينه حصه من 11 لوحده وكاينه من 3 ل 5، اذا هادو اللي حاولنا على اننا بطبيعه الحال نقربكم منهم. فهذا هادو ما اذا اربعه د المسابح دابا اللي كيبانوا لي كاينين، وخلاص اربعه د المسابح اللي كيبانوا، جوج مسابح بلديه دابا اللي فاتحه ديال المرجا وديال الحسن الثاني، المسبح ديال البطمه دي عفوا ديال البطحه اللي هو تا هو ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي فوتاته الشركه الاكاديميه، في فوتاته الشركه العام اللي فات كان عند العصبه كان خدام، دابا راه فوتاته الشركه مازال ما فتحوه، راني درت عليه واحد اللايف. فاذا فين غيمشيو وليدات فاس؟ واش دابا الناس ديال فاس كلهم غيمشيو للمسابح ديال المرجا وديال الحسن الثاني اللي هما مشدودين اليوم، درجه الحراره مرتفعه والمسبح مشدود؟ فاذا بحال كتقولوا للناس يمشيو، وانا ما كنشجعش الناس يمشيو للضايات والسدود والويديان، ولكن بحال كتشجعوا الناس يمشيو للسباحه الغير منظمه، وهنا فين كيكون الاشكال، لان كاين اللي ما في حالتوش. انا شفت ناس اليوم في واد عين شقاف كيعوموا وصار جايين، كاين الناس اللي ما عندوش باش يمشي للبحر، عباد الله راه الناس ما عندهاش باش تمشي للبحر، ماشي كلشي عنده باش يمشي للبحر، ماشي عنده باش كلشي باش يكري في مارتيل ولا في المضيق ولا في فنيدق، راه كاين الناس اللي باغيين يمشيو وما عندهمش ما في حالتهمش. حلوا للناس فين يعوموا، علاش هاد اليومين غتشدوها في السيمانه لا في البرجه ولا في الحسن الثاني؟ اسيدي راه خصكم ديروا الاحتياطات ديالكم، داك الماء يكون تدوير، يكون المعالجه ديالو كل نهار كما كيديروا باقي المسابح. واش عباد الله حنا المسابح ديال العموميه غنبقاو دائما نفس الاشكال ديال انها تسد يومين في السيمانه؟ ما يمكنش، مجموعه من علامات استفهام تطرح. فاس فيها الحراره، ودابا كنشوفوا الرباط، انا ماشي كان الحمد لله حنا بحال فاس بحال الرباط بحال جميع المدن، ولكن خص العداله المجريه تطبق. كنشوفوا الرباط فيه البحر وفيه مسبح عمومي حدا البحر، وكنشوفوا فاس ما فيهش البحر وما فيهش المسابح. ودابا فهمت السطه، يلا هكا كيقول المواطن الفاسي، ماشي انا كنقل غير صوت المواطن. الرباط راه فيه البحر وفيه المسبح عمومي حدا البحر، فاس ما فيهش مسابح عموميه، فيه جوج دابا اللي حالين بلديه انتوما غتكملوا من حالتكم من عندكم الحاله ديال هاد المسابح البلديه كيفاش دايره؟ واش فاس ما محقهاش تكون عندها حتى هي بحر اصطناعي؟ ديروا لها غير مسابح، لا ديروا شي هاد بحر اصطناعي، ديروا غير مسابح وحلوها، وراه كل حي خصو يكون فيه مسبح. وخليني زعما هاد المسابح انا اللي صور ديال المسيره وديال رياض السلام، ماشي كنقول راهم واو، انا في نظري المسابح اللي خصها تكون هكا ديال المبادره خصها تكون مجانيه. وقبيله راني سولت سيل يعني يوسف، سولته على المشرف يعني رئيس العصبه ديال جهه فاس، قلت له زعما هاد المسابح هذه اللي تبنات بالمبادره الوطنيه راه خصها تكون مجانيه. قال لي اودي حنا راه ما كناخذوا لا دعم، لا عند ما كناخذوش دعم مادي باش غتكون مجانيه، لانه هما دابا داك التقطاع اللي كيديروا لان ابونمون فيها 300 درهم شهر، كاين اللي ما عندوش باش يخلص 300 درهم شهر، اذا ما غنقدروش نقولوا بان هذيك مسابح دولات الشعب. واش فهمتينا دابا الفكره اللي كاينه؟ اذا قلت له زعما لو ان دعموكم عطاوكم دعم باش ان هذه المسابح تكون بثمن رمزي، 25 درهم في ساعتين راه قاصحه شويه على وليدات الشعب، انا غنتحدث معكم صريح العباره، 300 درهم في الشهر ثلاثه الحصص في السيمانه راه قاصحه شويه، لان هذيك تبنات بالمبادره الوطنيه. ولكن هذا لا يمنع بان السي يوسف راه داير مجهودات، علاش داير ديك المجهودات؟ باش ما يسدوش ديك المسابح، لان شنو كيقولوا لهم؟ كيقولوا لهم بغيتوا تحلوهم قطعوا للناس باش 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 تكافوا مع راسكم، مع الطاقم اللي خدام في هذه المسابح، مع المعالجه ديال المياه، راه عندهم لي شارج، راه عندهم لي شارج. اذا كان الدوله كان المؤسسات ولا كان الجهه ولا كانت الجماعه كتدعمهم، خاص داك المسابح لا ديال المسيره ولا ديال عندك تشوفوني كنصور داك المسابح يكون سحاب لكم راني زعما عاجبني الحال، لا انا كنعطي المعلومه، ولكن خاص داك المسابح اللي تفتحات الدولة يعني الحقوق يعني المؤسسات ديال الدولة منها الجماعة والمجلس الإقليمي والجهة يدعموا هاد الجمعية المشرفة على تدبير هاد المشاريع هاد المسابح باش يديروا شي ثمن رمزي، بحال دابا لابونمون ديال تعليم السباحة تكون بواحد 100 درهم مثلا، ولكن السين ما كيدعموش ماديا،
اذا هو غيدير 300 درهم، يلاه كيكفي داك لي شارج ديال 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 المسبح. كاينين عاملين، كاين معالجه المياه، راه قبيله تحدث لي على المصاريف. اذا لما كنلومش العصبه الجهويه، ولكن كنقول اذا قلت خاص المؤسسات يدعموا هذه العصبه اللي كتشرف على هذه المسابح، لا ديال المسيره ولا ديال رياض سايس، يدعموهم باش يبقاو يديروا تمام مزيان. مادام لانهم ما كيدعموهمش ماديا ويكتفوا، الجامعه كتدعمهم بلا لوجيستيك، ولكن ماديا ما كياخذوا. هادشي اللي قال سي يوسف، هادشي اللي قال سي يوسف. اذا ماديا ما كيدعموا، دعموهم ماديا باش هما يدعموا وليدات الشعب. اذا ملي كتقول له انت قطعوا غير باش تكوفريو لي شارج، غير باش تقدوا براسكم، يعني داك الطاقم اللي خدام تما والمعالجه المياه، كيقولوا لهم قطعوا باش ما يعطيوهمش، صافي باش ما يعطيوهمش الدعم. انا غنوضحها وهذا الشيء اللي فهمت انا من التصريح. لو انك يعطيوهم دعم مادي ما غيقولوا لهمش قطعوا للناس. صافي، هذه هي الهضره وهذه هي الخلاصه ديال الكلام. اذا اربعه المسابح دابا الان نقدروا نقولوا غير جوج، لان المسبح ديال المسيره راه كيتحل من الوحده للربعه ب 20 درهم. المسبح ديال رياض سايس كيتفتح نهار الحد ساعتين، جوج ديال الحصص هما اللي فيهم تقطع 25 درهم. اذا بالنسبه للايام الاخرى حنا كنتحدثوا على كل شيء ماشي غير على الاطفال. دابا رياض سايس كيعلموا السباحه للاطفال مزيان، ولكن بغينا مسبح اللي غيكون حال لولاد الشعب. ديما قطع 10 دراهم الدوله تدعم هاد المسابح، ويقطعوا 10 دراهم ويكون بمواصفات بحال المواصفات ديال المسيره، ماشي تجيب لي قطع 10 دراهم وتدخل الحسن الثاني حديث ولا حرج. ولا لا كانوا يقبلوا بانني نمشي نصور الحاله ديال الحسن الثاني مسبح وديال المرجى بالطريقه اللي غنبغي نصور انا، غنحاول نمشي تما وغنصور لكم الحاله ديال الماء كيفاش داير. وانا نتمنى صادق بان بعض الاشاعات اللي كانت، نتمنى غير تكون اي اشاعه، انا غنحاول نستفسر، لان السي الخطاب راه ما غايقول لي شيء. راه شفنا جاتني واحد الاشاعه، وانا غنحاول بعدا ما نعطيش بعدا المعلومه دابا حتى نتاكد منها مزيان، لان كان راسلوني بعض الناس كيتشكاو من المسبح ديال المرجى. انا غنتحدث بصريح العباره، ولكن كننتظر باش ما نظلم حتى واحد، كيتشكاو لي من المسبح ديال المرجى، وانا غنحاول نتحقق مزيان في اطار لربما تكون المعلومه مضبوطه، وعاد غنتحدث لكم شنو علاش شكاو لي منو المسبح ديال المرجى، لان خطير داكشي اللي سمعت. الامر يتعلق بالصحه ديال ولادنا، فاذا انا غنتحرى من المعلومه اكثر، ونتمنى صادق باش شكون المعالجه ديال هاد المياه ديال المسابح ديال المرجى ولا ديال الحسن الثاني، ماشي غير مجاني راه غنخلي ولادنا نعرضوهم للخطر. فاذا الرساله نتمنى انها تكون واضحه. تحيه ليك من مدينه الصويره. حنا خويا عندنا غير الشرق. اذا غنفتح باب باب يعني الحوار والنقاش معكم. شوف اخوتي العزاز، راه ملي كنمشي باش تعرفوا واحد القضيه وباش باش نتحدث معكم صريح العبارة، ملي كنمشي نصور المسابح انا كنوصل غير المعلومه، انا لست مسؤول. دابا شفت بزاف اللي كيقولوا لي و 20 25 درهم، بحال دابا الصباح صورت المسبح ديال رياض سايس، بزاف اللي قالوا لي 25 درهم ساعتين. انا متفق معكم 25 درهم ساعتين راه ما خصهاش تكون 25 درهم. انا في النظر ديالي لو كان يعطيو الدعم لذاك العصبه راه يديروا 25 درهم نهار كامل ماشي ساعتين. انا وليدات الشعب ما غيعوموش ساعتين، الحراره كتكون نهار كامل ماشي غير ساعتين. انا متفق معكم، ولكن انا ملي كنصور المسابح راه كنقل فقط المعلومه. هذا لا يعني بانني موافق، انا كنقل المعلومه، كنصوب المعلومه كنقلها لكم وانتم غتحكموا، انا غير كنقول. ولكن الحمد لله يعني شفنا واحد الحركيه دابا، بقينا كنصوروا هذه المسابح، مسابح ولات كتحل وكاينه حركيه. نتوما غتقولوا لي الاراء ديالكم، خليوا لي الاراء نقرا التعليقات ديالكم. انا راني هضرت بزاف وما بغيتش نبقى نهضر بوحدي. دابا الاغلبيه كيتابعونا راهم بردين كنظن في المنازل ديالهم ولا في المقاهي ولا اغلبيه. اعطيونا الاراء ديالكم بخصوص هاد الحراره اللي كاينه، وفين كيمشيو ساكنه فاس، شنو المطلوب، شنو كطالبوا من المسؤولين هنا على مدينه فاس باش يديروا، واش هاد المسابح البلديه في المستوى المطلوب. دابا جوج مسابح بلديه اللي بطحه، والله الا عيب وعار، عيب وعار على الناس المشرفين على البطحه ما يحلوش داك المسبح ديال البطحه.
والله الا حشومه بالله، والله الا خاصكم تحاسبوا بالله، اقسم بالله الا خاصكم تحاسبوا. كيفاش عباد الله مسبح ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي سيدنا الله ينصرو عطى الانطلاقه ديالو وتخليوه مشدود في وجه وليدات الشعب؟ والله الا خاصكم المحاسبه بالله، اقسم بالله. وكنت انا في يدي القرار تنرفع بكم شكايه. علاش خليو داك المسبح مشدود؟ المسبح ديال البطحه علاش يتشد؟ علاش؟ راه سيدنا صوبوا لوليدات الشعب باش يعوموا، علاش تشدوه؟ علاش تشدوا داك المسبح ديال البطحه؟ علاش؟ وحتى هاد المسابح هادي ديال المسيره وديال رياض سيس، حنا صورناها وعطيناكم المعلومه، عطيناكم كلشي، حتى هي راه خصها تكون دعم. انا قلت هادشي راه ما كافيش، راه خصهم يدعموا هاد الناس هادو المشرفين على لا جيستيون ديال هاد المسابح، يعني العصبه، باش العصبه دير شي ثمن رمزي، باش على الاقل دير واحد 3 ايام في السيمانه ديال انهم يحلوهم لوليدات الشعب كاملين، لانهم في مواصفات محترمه داك المسابح. صراحه عاني بهم السي يوسف الحوات، عاني بهم، يعني لا جيستيون دي غوسورس اومان تما مزيانه، كتحس بداك لاطوش ديال الفنان، ولكن الاثمنه راه غير. بالنسبه انا كنهضر على الدخول لولاد الشعب، راه 300 درهم في الشهر راه قاصحه على ولاد الشعب. جوج ساعات في السيمانه راه صعيبه، راه ما ساهلاش. عفوا، جوج ساعات في النهار ب 25 درهم راه قاصحه. اذا انا كنقول وكنقترح بان الجماعه والجهه والمجلس الاقليمي دعموا هاد الجوج ديال المسابح، باش هاد الناس يديروا ثمن مزيان، يديروه مجاني. يوسف الحوات راه قال بان الهدف ديالو راه ماشي هو الربح المادي، هو اننا كلشي يستافد. حنا قال لي كنصوروا غير باش نسيروا، اذا دعموهم باش يبقاو داكشي اللي غيصوروه يسيروا به، يكون عندهم ديجا داعمين انتم، ويحلوا حتى هما الابناء الشعب يعوموا. حلوا لنا المسابح لولاد الشعب يعوموا، راه سيدنا صوب المسابح من خلال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، خاص غير اللي يكون كيقوم بالتتبع. الحراره مرتفعه وفاس، والله الا خوات بالله، والله العظيم الى الناس، والله الا عرفتي فاس الا خاويه اخوتي. ها انتم كتشاهدوا معنا دابا، هذه راه في السونتر فيل، شوفوا والله الا فاس خاويه. فاس خاويه، حراره مرتفعه جدا بمدينه فاس خوتي الاساس. يلا اخوتي غادي نكتفي بهذا القدر، شكرا لحسن التتبع ديالكم والمشاهده، الى امل لقاء بكم في بث مباشر اخر، حياكم الله. نعم، اغلاق هذه المسابح اللي مغلقه لحدود ساعه خاص التحقيق فيها، ما يمكنش. واش المسبح ديال المبادره الوطنيه، وكاين المسبح ديال باب جديد، علاش داك المسبح تخطرات عليه الملاير وهو ما فتحش؟ هو ولا مردوم ولا مكرفص ما تحلش كاع. سهام كنبغي نخرج ما كنقدرش، الحراره اختي راه العافيه، والله ما تقدر تخرجي بالله. ها انت شوف، انا نوريكم باش ما تسماش كنكذب. ها انتم والله الا عندي دابا حاليا، والله الا 40 درجه في طابلو الطوموبيل، ها هو بان لكم 40 درجه دابا مع 8 في طابلو الطوموبيل، عاطيه 40، على برا غتكون داك 38. خوتي العزاز غادي نحييكم، شكرا بزاف التتبع ديالكم، السلام عليكم ورحمة الله.